أنا أدعو إنه التقارب ونبدأ الخلاف جانباً ونتقارب وننقذ ما استطعنا إنقاذه. البيضة لا تستحق مننا أن نتركها سدى وتكون فيما تناول، وأنتم تفهمون يعني ماذا يعني قاعدة هذه الأيام. قاعدة شكلت ثلاثة أوجه للقاعدة. قاعدة اللي عرفناها قاعدة بن لادن، وهذا أيديولوجية ومالها، وقاعدة سياسية موجهة وتوجه من كل جانب، وقاعدة قتلة قطاع الطرق، سرق، ظلمة. يعني للأسف الشديد الكل يلبس العباية هذا ويتهف في هذا الاتجاه. أخواني